منتهى القوة والجدية، منتهى الإصرار على التهديف من معتصم سالم. يا الله على كرة القدم، يا الله على النادي الإسماعيلي لما يلعب ضد. لكن زي ما قلت توديع البطولة بشكل جيد، توديع البطولة وهو مرفوع الرأس، وبالرأس يسجل المعتصم بالله سالم هدف ثالث للدراويش في هذه المباراة 3-1. لا كده النتيجة، قلت لكم في الشوط الأول قلت لكم لسه فيها أهداف لم تتوقف النتيجة 2-1. الشوط الثاني زي ما قلت كان أقل، لكن من كرة ثابتة ومن ضربة ركنية نجح الإسماعيلي. الإسماعيلي بيعمل تدوير، قعد طلعت اللي كان يسافر والدمير حلوة أوي، إنما على طول ياسر محمد معتصم سالم اللي بيجي من الخلف الامام. اذا في واحد بيجي من الخلف الامام على طول زايد اللي هو معتصم سالم اللي عامل مشكله لحسام حسن واخد فاول اهو، دي ثالث رابع مره وفاول وقامه ومسكه وقامه وفاول صح على حسين ياسر محمد. ضرب حسن في علاء علي بدلاء نادي الزمالك النهارده، عبد المنصف وعمر عادل وصبر رحيل واحمد مجدي وحازم امام وعلاء علي وشريف اشرف. الليله في السماء الوندا، تغيرت الاماكن، تغيرت الملاعب، تغير الاستاد، تغير الحضور، تغيرت الجماهير، ممكن تغير الاعلاميين، ولكن بقت الصوره واضحه. من 2006 عقد ازلي، ارتباط ابدي بين المصريين وكاس افريقيا. حياته ليس سعيد لانه كل مع عبد الشافي كما شفنا جده كانوا هامين وحاسمين في البطوله. المنتخب المصري يظهر لي استحق البطوله، الفريق اللي ربح 84 وصود الكاميرون للمره الاولى 86، عوده وصود مصر 88، الكاميرون البيس المره الثانيه عام 90، خضر الجزائر بهدف وجاني 92، الكوت ديفوار بقياده الان جواميني 94، نيجيريا شيلو ليزي اوكو تشاو وباقي الرفاق 96، البافانا بافانا في اول حضور بعد رجوعها من الابارتايد 98، مصر بقياده 7 اهداف لحسام حسن عام 2000، كانت الكاميرون 2002 الكاميرون في عهد بيرلو. مشوار احترافي قصير من النادي الاهلي ذهب الى فريق سيوان ثم حاليا مع الاسماعيلي المصري الحارس العملاق الحارس حسام الحمد. 15 مباراه في الدوري الافريقي مع المنتخب المصري بلا خساره، هذا الحارس العملاق النهارده يعني الحديث عن مجد عبد الرحمن قد يشارك في يعني جزء من او فتره من مباراه الاهلي. ادي امامنا الاستلام على طول، معتصم احمد المحمدي الله متقدم الله، اللاعبين ايضا اللي بيسجلوا في المباريات في الدوري مع فريق نادي الزمالك. امامنا نتابع هذه المحاوله، 4 اهداف في الموسم الماضي الله مع الزمالك ومسجل في هذا الموسم، مسجل حتى الان هدفين، سجل في انه وسجل في الحلول العرب عن الماضي، سجل في المحله والاتحاد والاتصالات. ولوران بوكو اللاعب الايفواري اللي سجل 14 هدف، هنتابع هذه المحاوله عن طريق اللاعب وموتو يوسي. امامنا اللي بيلعب الى اللاعب سيكا، خطر الكوره لكن يطلع على طول معتصم سالم، طلع كوره حلوه معتصم، تغطيه مميزه معتصم سالم. حضراتكم ايتو 17 هدف وبرج على طول، محمدي تحركاته مميزه الحقيقه احمد المحمدي. ادي امامنا المحمدي وتمريرته العرضيه الجميله، ادي عماد متعب، وادي امامنا هنا الكوره اللي بيطالب فيها عماد متعب باحتساب ركل الجزاء، لكن الاعاده التلفزيونيه ما وضحتش قوي هل هناك دفعه، هل هناك ماسك في تلك اللقطه. ادي معتصم سالم يطلع الكوره الى خارج الملعب. ادي معتصم سالم لاعب نادي الاسماعيلي. لاعب متميز تابع الدوري المصري يشعر بتميز هذا اللاعب وبأداء وبدوره المهم الحقيقه في تحقيق انتصارات يعني عن الالماني منذ عام 2008. هذه امامنا الكرات اللي بتلعب كره طوليه، فريق اللاعب امامنا اهو الجماهير على فكره مع اللاعب سيكا متعاطفه معاه، امامنا اهو الراجل شفتكم، امامنا اهو اللاعب يحاول المرور وادي الفرصه وادي سيكا، لكن امامه بقى معتصم سالم في لقطه بقى فيها فرق حوالي بتاع مثلا ايه 35 سم. ادي سيكا هيطلع هاني سعيد تبديل الخامس، هينزل معتصم سالم لاعب الاسماعيلي مكان هيطلع وين روني، هيطلع وين روني امامنا هجم مانشستر يونايتد في هذه اللحظات، امامنا اهو بعد ما يعني الجماهير
تعلق سجل يعني هدفين لفريق شهر فبراير. اللاعب كول كالتون كول اللي سجل حتى الان 9 اهداف لفريقه في الدوري الانجليزي. سجل طبعا يعني اسمه لما شارك لكن لم يسجل اسمه في قائمه الهدافين. كالتون كول لازم يعني يختار كما قال كابي كابالو يختار بين يعني 2 من 3 ما بين كالتون كول ما بين ايميل هيسكي سلوفيني يوم 23 يوليو 23/6 ان شاء الله لقادم المنتخب الانجليزي. هذه عوده هنا المحاوله لتوم بايرز الذي يعني حصل على الثقه النهارده كان طبعا عوده اشرف مصطفى فاول صح جدا وضربه حره مباشره بتتلعب على طول عند احمد سمير فرج اللي بدا يبقى مصدر ازعاج بيلعبها وشه الخارجي يطلعها على طول عمرو الصفدي تنزل في نص الملعب اللي الاسماعيلي افضل فيه تتلعب من ناحيه الشمال اللي الاسماعيلي افضل برضه فيه وتروح على طول لمين لمعتصم سالم يجيب منها ضربه ركنيه. اذا واحنا في الدقيقه 16 رجع حليم علي اهو بدات الامور اهو بيقول لهم في ايه الحكايه؟ الحكايه ان حسين ياسر محمدي مش عارف هو بيلعب فين في نفس الوقت متهور دفاعيا على احمد سمير فرج علما بان هو المفروض هو اللي يلعب على سمير فرج. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه ابراهيم صلاح وحره مباشره لنادي الزمالك بتلعب عرضية وفي صفارة معتصم سالم اصطاد الكورة ولكن مصفر الصراحة وهي في الهواء مصفر فهيمة عمر فاول على النادي الاسماعيلي. هنشوفه مرة ثانية مع بعض اترفعت الكورة اهي في واحد زايق قبل ما معتصم يلعبها هنشوف عبد الله الشحات شايل وشايلها حلو قوي صراحه ومعتصم سالم من بدا دلوقتي يجيب العاب الهواء. 2010 تابعنا كل المنتخبات وطرق اللعب الحديثه 4-4-2 ويمكن كان ابرز شكل كان 4-2-3-1 لعب من لمسه واحده. احمد حسن عايز يعمل تمريره للامام ولكن المره دي هريتا ايلونجا ياتا المعتصم يطلع معتصم سالم سنة محمد عبد الستار وعادل محمد عبد الستار حلوه جوه جول وهي في الهواء معتصم سالم الهدف الاول للنادي جول معتصم سالم اللي احرزه ده حلوه حلوه الكره وبقول لحضراتكم وهي في الهواء كده منظرها جول وعليها محاولات هجوميه كثيره لكن الهجمه اللي بيروحوا فيها بيجيبوا جول اهو عملها عمر جمال ومن لمسه واحده ببطن رجله موجهها حلوه قوي معتصم سالم. ايلام جديد وماشي ايلام جديد ابو تريكه يعني لسه لغايه دلوقتي بيحاول انه ياخد 2 معاه انما ملوش تاثير حتى الان في هذا اللقاء. هل هو راحه ليه او مناوره؟ ده اللي هنشوفه انما اول لمسه ليه اماميه انما مش مظبوطه تروح على طول لمعتصم سالم ويسيبها تبقى رمي التماس للنادي الاسماعيلي. تتلعب لحسني عبد ربي. حسني عبد ربي يلعبها على طول لابو تريكا. ابو تريكا ترقيصه كده وياخدها من عبد الله السعيد ويغمزها بوش رجله خارجه حلوه لعماد متعب تتخطى هو الشوط الاول مع الفارق. النادي الاهلي بيحاول شويه دلوقتي انه يهاجم ويعتمد على فلافيو ومعتصم